تغسل عينيها بالنور وبصحبتها طفل طير فبراءته كبراءتها شهم وشجاع لا يلوى ما أسعده بصداقتها بوم 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 تحكي بوم تحكي بوم تلعب بوم تلعب بوم تبكي بوم تبكي بوم تطرب بوم تطرب الشوق لفعل الخير يرافقها والشر بما ينويه يلاحقها خرجت من بحر الأهوال دخلت في دنيا الأطفال هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب مع بومبو هيا فلنلعب بومبو 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 الفيل الصغير مكان غريب ها بومبو ابعد الشجرة عن الطريق حاضر يا إلهي تبدو ثقيلة ماذا أفعل يبدو أننا سنضيع في هذا المكان نعم ولكن ألم يقولوا لنا حينما مررنا بالقرية إنهم رأوا سيارة تشبهني لا بد أن تكون هي أمي هل أنت عطشة؟ شكرا جزيلا شكرا وأنت أيضا؟ لقد نفد الماء سنجده في مكان ما أعتقد أنه كان من الأفضل لنا أن نخرج من هذه الأحراش لا ندري ما الخطر الذي سيداهمنا يا بومبو يا إلهي ما هذا الصوت؟ صوت حزين أليس كذلك؟ هيا بنا لقد وجد ريو شيئا أسرعي يا بومبو فيل صغير لا يستطيع الحركة انظري فلنساعده هيا يا إلهي عن أهله في هذا المكان وبقي وحيدا هيا أسرع إلى أمك يا فيل هيا بنا نحن أيضا ما هذا؟ إنه يتبعنا عد إلى أمك وإلا فإنك ستضيع في هذه الأحراش والآن هيا بنا لقد أحضرت الموز لنتغدى موز رائع
انظري. أنت مشاكس يا فيل، نحن أيضا جائعان. هل ستأكل كل ما نحصل علي؟ إنك تأكل بشراهة. إذا بقينا مع هذا الفيل الصغير لن نأكل شيئا. هيا بنا، هيا. الطقس حار جدا. يا إلهي لقد تعبت، تلك هي النهاية. يجب أن نسرع لكي نحصل على الماء. إلى أين تأخذني؟ دعني، انتظرني. ماء، ماء، ماء. لقد نجونا من العطش. شكرا لك، شكرا. حمام رائع. نحن متأسفان لأننا حاولنا الهروب منك. حسنا، والآن هيا نبحث عن أمه يا بومبو. هيا. الطريق المسدود. ماما، آيس كريم ماما. ماما، انتظري حتى أنتهي من عملي يا ابنتي. كلا ماما، آيس كريم. أوه يا
له من طفل جميل. أوه يا إلهي، ماذا أفعل؟ ماما أريد آيس كريم. لو كان أخوك هنا كنت أرسلته كي يشتري لك آيس كريم، لكنه ذهب ليلعب. سيدتي، هل أشتري لك شيئاً؟ أوه، أنا لم أرك من قبل، هل أنت من الجيران؟ لكني أستطيع أن أشتري لك ما تريدين. طيب، إذا سمحت، اذهب من هذا الطريق ثم ادخل في الشارع الأيمن وفي الزاوية الثالثة من الشارع ستجد محلاً يبيع الآيس كريم. حاضر، لقد فهمت. أرجوك أن تشتري اثنتين، واحدة لك والأخرى لابنتي الصغيرة، هيا بسرعة. شكرا لك سيدتي. هذا هو الآيس كريم. هذه لنا، أليس كذلك؟ نعم. الله، لطيفة، لذيذة. أعطني قليلاً. تفضلي. وأنت أيضاً يا ريو. سنأخذ لتلك المرأة الواحدة الأخرى. هيا بنا. لذيذة فعلاً. انتظروا لحظة. ماذا تريد؟ دعني أتذوق هذه البوظة أنا أيضاً. كلا، إنها ليست لنا، يجب أن أخذها إلى تلك المرأة. لا تكذب علي، هل فهمت؟ أنا لا أكذب. هيا يا بومبو، هيا بنا. أيها المشاكس، الحقي به يا بومبو، هيا. ستصبح البوظة سائلاً إذا طاردناه يا أمين. هذا صحيح، ستذوب ولا شك. سيدي، ألا يمكن أن نمر؟ كلا، الطريق مسدود بسبب خلل فني في أنابيب الماء، لذا فأنا متأسف يا عزيزي. يبدو أنه لا فائدة. هذا هو الطريق المعاكس ويجب علينا أن ندور حوله. إذن لا يمكن أن نعود بنفس الطريق الذي أتينا منه. هيا بسرعة. دعينا نعود من هنا. حاضر. مزدحم جدا. ان لم نسرع الان فان الايس كريم سوف يذوب. ساذهب انا راكدا. سادفعك، لا تقلق. انت مره اخرى. ابتعد. البنزين ثم سر قليلا إلى الأمام، ثم عليك أن تنحرف على يسار الشارع حيث تقع هناك مكتبة عامة، عندها ستجد المحكمة. محطة البنزين ثم المكتبة العامة، لكني لا أستطيع الذهاب وحدي، ألا تأخذني إلى هناك يا بني؟ كلا، ولكن يا إلهي. شكرا جزيلا، أنت لطيف. نعم، مع السلامة. يا إلهي. أيها اللص، أعدها. نحن آسفان. وهل حدث كل هذا معكم؟
سرقكما؟ حاولنا كل ما في وسعنا، وأخيرا سرقها منا ولد مشاكس. شيء لا يصدق أبدا يا بني. مرحبا يا أمي. توم أين كنت؟ ها؟ إنه هو، أنت أيها الأحمق. أين الآيس كريم؟ توم أيها الأحمق، كفى. إن هذا الصبي سرق البوظة من بين أيدينا بالقوة. نعم، كفى أنتما الاثنان، كفى. يا لك من طفل وقح، أنت الذي تفعل كل هذا؟ أنا متأسف يا أمي، لقد كان منظرها مغريا. ماذا سيدتي؟ هل هو ابنك؟ إنه ابني، والآن هيا عليك أن تعتذر يا بني. متأسف. الأمانة تعني أن توصل الشيء إلى أهله بحرص، أليس كذلك؟ أنا متأسفة جدا يا أعزائي. عفوا، فلنذهب هيا بنا يا بومبو. هيا. انتظرا لحظة أرجوكما، اشتريا لكما شيئا من الآيس كريم. رائع. يمكن أن نأكل الآيس كريم الآن يا عزيزتي؟ نعم، لا أستطيع الانتظار. يا لك من سيارة مضحكة، عليك أن تنتظري قليلا. الفطر المضحك. ماذا بك يا بومبو؟ إنني جائعة جدا، لا أستطيع الحركة. ألا توجد هنا أي شجرة للفاكهة؟ يبدو أن لا شيء هنا. إذن عليك أن تحملني على ظهرك. يا بومبو كلا، سأسقط أرضا لو حملتك فوق ظهري. ماذا تعني؟ أنا أحملك دائما، لماذا لا نغير المواقع؟ أليس هذا هو العهد؟ نعم، ولكن صحيح، ربما نجد بعضا من الفطر في هذه الغابة. هيا بنا. الفطر؟ وهل نستطيع أن نأكله؟ لوجبة واحدة. نعم، أعتقد أنني سأتمكن من حملك يا بومبو. تفضلي بومبو. سألتهمه الآن. أمين، أنت ماهر في الطبخ. أتمنى أن تشبعي. ما هذا يا بومبو؟ هل رأيت شيئا مضحكا في منامك يا عزيزتي؟ كلا أبدا. إذن ما الذي يضحكك؟ لا شيء، لا شيء، لا شيء يضحكني، لكن لا. ربما حدث لك ذلك بسبب الفطر الذي أكلته. كلامي صحيح، إنه الفطر الذي يضحك، لقد أكلته ولا يمكنك التوقف عن الضحك. إنه الفطر، نعم هو. يا إلهي. اشربي كمية كبيرة من الماء. اشربي أكثر يا بومبو، اشربي. والآن هيا اقذفي الماء. كيف حالك؟ الحمد لله، رائع. شكرا لك يا أمين. لا فائدة. ما الذي حدث لسيارتك؟ لقد أكلت بعض الفطر المضحك ولا يمكنها أن تتوقف عن الضحك. هل هناك أي طريقة لإيقافها؟ دعني أفكر، ربما يستطيع السيد منير مساعدتها. وأين نجده؟
يوجد السيد منير في هذه المدينة. لا تتنفسي وسوف يتوقف الضحك. رائع، تلك هي شجاعتي يا بومبو. سيدتي، ألا تعرفين شخصا يدعى السيد منير؟ السيد منير؟ هناك الكثيرون بنفس الاسم. ها، الكثيرون؟ أنا أريد السيد منير فقط. أعتقد أنني رأيت السيد منير يجلس الآن في الحديقة مع خطيبته. ها، هذا هو. شكرا لك، زهور جميلة. أنت أجمل، أجمل بكثير من هذه الزهور يا عزيزتي. صحيح. طبعا صحيح، أنت فعلا أجمل من الزهور. مشاكسة، على أي شيء تضحكين يا متطفلة؟ ها؟ ما هذا؟ آسفة. ألست أنت سيد منير؟ أنا منير. سمعت أن السيد منير يمكن أن يوقف هذه الضحكة، أليس كذلك؟ ربما أنه السيد منير الرياضي ولست أنا. نعم، إنه يقدر على إيقاف الضحك. ماذا حدث لك يا منير؟ اضربوا يا منير، اضربوا اضربوا يا منير. هيا لو سمحت، من منكما السيد منير؟ الوجه مضحك جدا. آسفة، هل تعرف علاجا لضحك هذا؟ وكيف لي أن أعرف؟ هيا اخرجي قبل أن أضربك في أنفك. هيا. قالوا إن السيد منير الثالث موجود بالمستشفى. هل أنت السيد منير؟ نعم. لماذا تضحكين؟ أخبريني. لديها أسبابه الخاصة. حمدا لله، لقد ولدت. حمدا لله، شكرا يا إلهي، شكرا. هيا ابتهجا معي يا أعزائي، هيا ابتهجا. السيد منير، هل يمكن أن تتوقف بومبو عن الضحك؟ ستتوقف حالا، اقطع التنفس، اقطع التنفس. لماذا صفعتني هكذا؟ حتى تتوقفي عن الضحك. رائع، شفيت بومبو، رائع رائع. إني سعيد بشفائك يا بومبو. وأنا سعيدة بولادة الطفل. كلا، لا زلت تضحكين. والآن الشيء الوحيد الذي يجب أن أفعله هو إعطاؤك زربة كهربائية ضد الضحك. انتظري يا بومبو، توقفي عن هذا الغراء وإلا لن تشفي أبدا. انتظري يا بومبو. للخير نقدم خدمتها.